سمر، الموضوع يلي افتتحت فيه الحلقة اليوم موضوع جريدة الأخبار والزميل إبراهيم الأمين، طبعا كان عنوان أول ورئيس بصحيفة الأخبار يلي عنونت الأخبار لن تمثل أمام القضاء إلا بعد دعوة الرئيس والوزير إلى التحقيق. نعم نحن نحقر. إضافة إلى هذا العنوان كان في عناوين كتير أساسية ومهمة اليوم بصحيفة الأخبار. اخترنا منا بداية موضوع صيدا، غموض يلف مشروع الضم والفرز، صيدا جديدة تولد بقلم نادر صباغ. لا يكاد يرد اسم محمد زيدان وفؤاد السنيورة في مشروع ما مهما تكن غاياته، إلا كان التساؤل مشروعا عن إمكان أن يكون التحالف بين المال والسلطة على حساب فئات لن تستطيع الصمود في وجه مغريات المال والمحسوبيات. صيدا على أبواب حقبة جديدة عمرانيا اقتصاديا واجتماعيا، إنه مشروع ضم وفرز شرقي منطقة الوسطاني. ما الذي ينتظر المدينة؟ منذ أقل من عام بدأ الصيداويون يلاحظون تغييرات واضحة للعيان على الأرض في المنطقة الممتدة بموازاة الأوتوستراد الشرقي لصيدا، من مجرى نهر الأول شمالا حتى تخوم الطريق المؤدية إلى الهلالي وعبر جنوبا وما بينهما. تبين أن هناك من يعد العدة لتجهيز البنى التحتية لمشاريع مستقبلية كمطاعم وأماكن تصلح لمعارض. توجهت الأنظار إلى رجل الأعمال المعروف محمد زيدان كبطل رئيس في أحداث هذه الرواية، وغالبا ما يقترن اسم زيدان بكلام عن شراكة مع السنيورة تبدأ من السوق الحرة في المطار ولا يعلم أحد أين تنتهي بالضبط. نبقى مع صحيفة الأخبار وموضوع آخر هو موضوع تربوي. الجامعة الأمريكية تغلي تطير أعلى موظف إداري بقلم فاتن الحاج وحسين مهدي. عقدت في الجامعة الأمريكية عشرات الاجتماعات والجمعيات العمومية لمناقشة الأزمة في الجامعة، لا سيما في أعقاب صدور التقرير الرسمي الذي أثبت صحة ما قاله أعضاء هيئة التدريس والموظفون عن أنه تم نسخ قاعدة البيانات بأكملها إضافة إلى سجلات البريد الإلكتروني. أولى نتائج هذا الاستنفار إقدام مجلس الجامعة الذي يضم الأساتذة والموظفين الإداريين في اجتماع صاخب نهار الجمعة الماضي على طرح الثقة بمدير العمليات على خلفية داتا المعلومات، وهو أمر يحصل للمرة الأولى منذ الثمانينيات على الأقل. وبالفعل فإن الأخير سيغادر عمله في نيسان المقبل، أو هذا ما تبلغه أهل الجامعة في رسالة إلكترونية من رئيس الجامعة دكتور بيتر دورمان الاثنين الماضي. ننتقل الآن إلى صحيفة النهار والمعلومات التي أتت بها النهار من باريس حول مؤتمر دعم لبنان. سيشارك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان في اجتماع باريس للمجموعة الدولية لدعم لبنان بدل نائب الأمين العام يان إلياسون الذي سيبقى في كييف لمتابعة التطورات هناك. وأكد مسؤول دولي أن فيلتمان سيسعى إلى حشد أكبر دعم ممكن للبنان خلال الاجتماع، ومن المتوقع أن تؤكد الخلاصة التي ستصدر عن المؤتمر دعما سياسيا واقتصاديا وماليا، فضلا عن مساعدة قوية للجيش اللبناني من خلال توصل لبنان وفرنسا إلى اتفاق على تزويد الجيش أسلحة فرنسية ممولة بالهبة السعودية البالغة 3 مليارات دولار. وإلى صحيفة المستقبل وبعض المعلومات من كواليس البيان الوزاري. أكدت مصادر وزارية أن اتصالات جرت بين كل الأطراف المعنية بالبيان الوزاري وداخل كل فريق وعابرة للحدود بحكم وجود الرئيس سليمان في باريس وبعض الشخصيات في الخارج، لكنها لم تنجح في تحقيق أي اختراق، حيث لا يزال سقف المواقف عند مستواه ولم يسجل أي انخفاض خصوصا من قبل حزب الله. وفي صحيفة السفير عنوان أساسي اليوم عن سجن رومية في تحقيق للزميل عماد مرمل، هل تدخل السلطة إلى سجن رومية؟ من يضمن ألا يبقى السجن غرفة عمليات لمجموعات من السجناء تدير عمليات تفجير وقتل وسرقة وبزنس من الزنزانات؟ في آخر المآثر على هذا الصعيد، عملية نصب تمت قبل قرابة أسبوع وزج فيها اسمان الرئيس سليم الحص ووزير الخارجية السابق عدنان منصور. وتفيد التفاصيل أن أحد كبار رجال الأعمال اللبنانيين في الولايات المتحدة تلقى اتصالا هاتفيا من بيروت عرف خلاله المتصل عن نفسه بصفته سليم الحص مدير مكتب الوزير عدنان منصور، طالبا مساعدة مالية بقيمة 10,000 يورو لإجراء جراحة عاجلة لأحد المرضى المحتاجين.
انطلت هذه الحيلة على رجل الأعمال، فسأل عن رقم الحساب الذي سيودع فيه المبلغ، إلا أن المتصل أبلغه أنه سينتدب شخصا لتسلم المبلغ كاش وبشكل مباشر في أحد المجمعات التجارية، وهكذا كان. لاحقا تبين لرجل الأعمال أنه أكل الضرب واتصل بسفير لبنان في واشنطن للمشورة، فاتصل السفير بالوزير السابق عدنان منصور الذي أبلغ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بما جرى، وسلمه الرقمين الهاتفيين اللذين استخدما في عملية الاحتيال، ليتبين بعد التحقيق أن مصدرهما سجن رومي. ونواصل قراءة الصحف وقراءة الفضائح التي تضج بها الصحف اللبنانية اليوم، ومن صحيفة الأنوار بدأ العد العكسي لضبط الإنفاق الهائل لشركتي الخلوي بقلم إلهام فريحة. يروي مصدر من داخل وزارة الاتصالات مطلع على أحوال شركتي الخلوي أن هناك إنفاقا هائلا أقدمت عليه الشركتان، وكل هذا الإنفاق كان يتم بموافقة مسبقة من الوزارة وبحث مباشر من مستشارين سواء داخل الوزارة مباشرة أو خارجها. وتقول المعلومات أن الإنفاق تحت عناوين شتى على شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان لامس 3.25 مليار دولار في عهد الحكومة السابقة، أي بمعدل 250 مليون دولار في السنة. هذا إضافة إلى توظيفات عشوائية في الشركتين أثقلتها بأرقام مضاعفة، ففي حين تستوعب كل شركة نحو 300 موظف، يتبين أن إحدى الشركتين فاق عدد موظفيها 700 موظف. ونتابع مع الفضائح فضيحة غذائية من صحيفة الجمهورية بقلم ناتالي قليموس. الغش الغذائي إلى الواجهة، الزيرو فات تصطاد صحة اللبنانيين. بعد جولة ميدانية على عدد من نقاط البيع، أخذنا عينة من منتجات ذات خصائص غذائية محددة، منها صفر دسم خال من الكوليسترول من دون سكر، وتوجهنا بها إلى مختبرات متخصصة في كشف التلوث الجرثومي في الغذاء والمياه، حيث كان للطبيب المختص عدد من الملاحظات على ضوء نتائج الفحوص. بعض المنتجات حملت إشارة 0% من دون تحديد المادة المعنية، ما يضع المستهلك في جو من الارتباك. لوح شوكولا مستورد مدون عليه لو فات تبين أنه هاي فات بنسبة 52.6%. بعض منتجات الألبان مدون عليها حليب بقر طازج، إلا أنها فعليا مصنوعة من بروتين اصطناعي وحليب بودرة، وعلى حد تعبير الطبيب ما من حليب بقر طازج يمكن التوصل فيه إلى نسبة 0 دسم، ما يعني وجود تلاعب في المكونات. ومن لبنانياتنا الفضائحية إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية، بدء تطبيق الأوامر الملكية السعودية بحق المنتمين للجماعات المتطرفة بقلم هدى الصالح. يبدأ اليوم تفعيل القرار الملكي بتجريم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب المتطرفة بعد انقضاء مهلة 30 يوما منذ صدور القرار، فكانت أبرز انعكاساته في الساحة السعودية إزالة الشعارات وبالأخص ذات الأصابع الأربع الصفراء أو رابعة عن حسابات المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وألغاء محاضرات دينية لبعض الدعاة ممن صنفوا أنفسهم تبعا لأحزاب وتيارات باتت اليوم محظورة. ويأتي الأمر الملكي كخطوة هامة في منع استغلال الشباب في السعودية للانخراط في نزاعات وأعمال قتالية، جاعلة منهم وقودا للصراعات بغض النظر عن أطرافها وأهدافها. وحتى نغير شوية جو، نذهب معا إلى صحيفة الديلي ميل البريطانية. اكتشف عروسان بريطانيان أهمية وضع لائحة زفاف بعدما تلقيا 27 هدية هي عبارة عن آلات لتحميص الخبز. مايك وفيكتوريا سيمور لم يضعا لائحة زفاف لأنهما أرادا أن يختار أصدقاؤهما وأفراد عائلتيهما الهدايا بأنفسهم، ولكنهما صدما حين تلقيا 27 آلة لتحميص الخبز من المدعوين الثمانين إلى حفل الزفاف. وقال العريس إنه لاحظ أن كل الهدايا من الحجم عينه، لكنها كانت ملفوفة بورق هدايا، وقد صدم وزوجته حين اكتشف أن كل ما تلقياه من هدايا كانت آلات لتحميص الخبز يتراوح ثمنها بين 10 و40 دولارا. وأشار الزوجان إلى أنهما يعتزمان إعادة هذه الهدايا وإبدالها بأخرى. بهذا الخبر أختم الجولة وأعود إلى سمر. عقبالك كريستين، بس حطي لي ستمارياش، لازم تحطي لي ستمارياش. شكرا كثير.